harus bercetak. Iya. Saya bisa bahasa Jawa, tapi untuk membalas tidak bisa balas. Saya bisa buka YouTube, saya ceramah sama jemaah 40.000 pakai bahasa Jawa. Sekarang bukan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Saya bukan di bahasa Arab, saya juga di dalam dakwah, saya ceramah di habaib-habaib dan guru dai internasional di depan saya. Tidak ada kosakata saya yang salah. Alhamdulillah. Ya, di bidayah عنوان المحاضرة أهمية حفظ القرآن وتعلم اللغة العربية. أولا نبدأ باللغة العربية. اللغة العربية هي لغة مثل اللغات الموجودة في العالم. يعني أتكلم بكل بساطة سترهانة. كان شرمه في كلية أو في فاكولتاس. أوكي، أنا أخاطب الناس على حسب عقولهم. اللغة العربية في البداية هي لغة مثل اللغات، أوكي؟ اتبعوني يعني واحدة واحدة حتى نفهم. هي لغة مثل اللغات، بعصا في بعصا إنجليزية، أو بعصا جوا أو بعصا. وأهمية اللغة هي التواصل. اللغة أهميتها أنك تستطيع أن تتواصل مع الآخر. حتى ولو كانت لغة بالإشارة، الإشارة أيضاً لغة. المهم أستطيع أن أفهمك وتفهمني. يعني من تلك بعزة بسان من فهمي سعيداً تكون من فهمك. هذه هي اللغة. المهم التواصل. أما مجموعة من الرموز والحركات هذا سهل. أوكي؟ واللغة العربية لغة قديمة جداً جداً، وهي من اللغات السامية. Dan bahasa Arab itu bahasa yang paling tua. Yang paling tua. Yang dari bahasa yang ada sekarang, bahasa Arab yang paling tua. Sebelumnya ada bahasa yang tua seperti bahasa Syriani, bahasa Arami, bahasa itu, tapi sekarang tidak ada. Bahasa Arab alhamdulillah masih ada bahasa Arab. Dan bahasa Arab, اللغة العربية كانت موجودة قبل وجود الإسلام. واللغة العربية يعني بحث العرب أداة سبلوم أداة إسلام. لكن وقت إسلام بحث العرب أداة سبلوم سبلوم إسلام. اللغة العربية كانت موجودة بحث العرب أداة، ولكن يعني أصبحت لغة مقدسة، يعني مقدسة القرآن. يعني نتيجة بحث يعني كيف نقول مقدسة بحث سنفي سكرال كرماء القرآن. واللغة العربية يعني في البداية أشرح لكم مع اللغة الإندونيسية. اللغة العربية واللغة الإندونيسية في ماذا تختلف؟ بعصا عرب dan بعصا إندونيسيا apa yang berbeda؟ ماذا تختلف اللغة العربية عن اللغة الإندونيسية؟ وجلسته جلسة المشايخ ما شاء الله. قلنا في البداية نبدأ يعني كلمة كلمة حتى نفهم ولو قليلا. قلنا اللغة العربية لغة قديمة جدا، عندها أكثر من 12 مليون مفردة. بعصا عرب قلنا لبه داري 12 جوتا مسكتة، يعني غنية جدا بالمفردة كايا داري مسكتة. بعدين سنشرح. الآن اللغة العربية واللغة الإندونيسية، الفرق بين العربية والإندونيسيا. أقبل بدأني بحث العرب dan بحث إندونيسيا karena أنتم orang Indonesia harus tahu ini. Itu penting untuk yang mau belajar bahasa Arab diketahui. أولا ما يجب أن يعرف عند تعلم اللغة العربية. أولا البديهي، يعني البديهي يعني الشيء الأول أن العربية تكتب من اليمين إلى الشمال أم الشمال؟ لماذا الشمال ولماذا الشمال؟ هذا سؤال. إذا العربية تكتب من اليمين إلى الشمال. الشمال هو ضد اليمين، والشمال هو ضد الجنوب. أوكي؟ إذا بعصا عرب ditulis dari kanan ke kiri. أوكي؟ بعصا lain ditulis semua dari kiri ke kanan. إلا kecuali bahasa Arab dan bahasa
موجود لغتين أيضا مثل اللغة العربية. هذا دوا بحاسة سبرتي بحاسة عرب دي توليس جوكا كانت كتيري. لدينا العربية كتابونيا بحاسة عرب، لدينا العبرية ولدينا الفارسية كتابونيا بحاسة عرب. دان العبرية بحاسة عبراني، لغة اليهود بحاسة يهودي جوكا سبرتي بحاسة عرب كانت كتيري. ولدينا اللغة الفارسية بحاسة فارسيا atau Urdu, dipanggil Urdu. Okey, bahasa Urdu juga kanan ke kiri. Ladaina syarat dua, al-mawjud al-ana, karena fil qadim mawjud lughat samia min al-arabiyyah, min al-arabiyyah juga ايضا. Amma al-lughat al-mawjud al-an, bahasa yang ada sekarang, ada tiga bahasa ini. Arab, Ibriyah, yakni bahasa Yahudi, okey, Ibrani. وايضا اللغه الفارسيه بحاسه فارسيا او ادين ديبانديت بحاسه اردو. اولا اذا بحاسه عرب harus tahu ini tulis kanan ke kiri bahasa lain semua tulis dari kiri ke kanan. ثانيا اللغه العربيه لديها نوعين من المفردات بحاسه عرب كل يد وجنس dari kosakata. لدينا مفردات للمذكر ولدينا مفردات للمؤنث التذكير والتأنيث. Bahasa Arab punya kosakata buat laki-laki, kosakata khusus perempuan dipanggil laki-laki al-mudhakkar, untuk perempuan al-muannats, talibun, talibatun, ustadun, ustadatun, muhandisun, muhandisatun. Yani dhahaba, dhahabat. Yani اللغة العربية عندها التذكير والتأنيث سواء كان في الأسماء سواء كان في الأفعال. Punya itu perbedaan laki-laki sama perempuan ada di kata benda dan ada di kata kerja. Kita butuh translate itu cukup saya. Apa? Saya mentranslate. Ya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Kalau penting. Ya, okey. Ya. Ya. Jadi, kedua, kita al-Arabiyyah lebih al-mufrad wal mu'annats aks al-Indonesia. Bahasa Indonesia tidak ada. Rumah, rumah. Guru, guru. Guru kita tahu itu laki-laki atau perempuan. Kita tahu itu Ahmad yang guru atau putri yang guru. Lain lagi. Amma fil Arabiyah cukup satu kosakata kita tahu. Mu'allimun itu pasti guru laki-laki. Kita tahu. Mu'allimatun maksud kita perempuan. Tapi bahasa Indonesia tidak. Guru kita tahu. Tidak tahu. Kecuali di kosakata yang aslinya Arab. Seperti ustaz, ustazah. Karena bukan bahasa Indonesia itu kita pakai mu'annat. Oke? Okay? Awalan sabar. Pasti dan iman menta'ibanan. Siapa yang capir pasti di akhirnya dapat hasilnya. Harus akhlak, tarbiyah, al-amal, al-ijtihad. Ijtihad, semangat. Don't give up. Harus selalu mau belajar. Bahasa Arab itu bahasa Rasul, bahasa agama. Dan bahasa internasional, bahasa Arab itu harus mempelajari bukan bahasa Arab saja, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa ini. Kenapa? Sekarang di waktu di zaman sekarang zaman bahasa harus jadi murid atau santri yang pintar.